بسم الله الرحمن الرحيم. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. في هاتين الآيتين الكريمتين إشارة إلى عناد كفار قريش للرسول الكريم وتكذيبهم لما جاءهم به من الهدى والبينات، نموذج صارخ لمكابرة أهل الباطل وعنادهم في مواجهة الحق، إذ إنهم حتى لو فتح الله تعالى عليهم بابا من السماء وعانهم على الاستمرار بالعروج فيه بأجسادهم كي يطلعوا ويقفوا على بديع صنع الله وعظيم قدرته في إبداع خلقه لشكوا في تلك الرؤية المباشرة ولكذبوا أبصارهم وعقولهم ولاتهموا أنفسهم بالعجز التام عن الرؤية ولخيل إليهم أنهم في حالة من السحر، كل ذلك محاولة منهم لإنكار الحق من فرط تكبرهم وعنادهم. الأمر العجيب في هاتين الآيتين الكريمتين أنهما تتضمنان صورة من أبلغ صور الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، فيما لا يدع مجال للشك على أن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الكون العظيم. أول ملمح الإعجاز العلمي تتضمنه الآية الأولى في قوله تعالى بابا من السماء، فقد أثبت العلم الحديث وأقر بعد سنوات وسنوات من الأبحاث والدراسات على أن السماء ليست فراغاً كما كان يعتقد الناس إلى عهد قريب، بل هي بناء محكم لا يمكن ولوجه إلا عن طريق باب يفتح يتم الدخول منه. فهذا الكون على اتساعه مليء بالمادة على هيئة رقيقة للغاية تشكلها غازة يغلب على تركيبها غاز الهيدروجين والهيليوم وقليل من الأكسجين والنيتروجين والنيون وبخار الماء مع انتشار هائل للأشعة الكونية بمختلف صورها. يعود السبب الرئيس في تصور الناس أن الكون فراغ تام إلى التناقص التدريجي لضغط الغلاف الغازي للأرض مع الارتفاع عن سطحها حتى لا يكاد يدرك بعد 1000 كيلومتر فوق سطح البحر. أما الملمح العلمي الإعجازي الثاني نجده في قوله تعالى فظلوا فيه يعرجون. العروج لغة سير الجسم في خط منعطف منحني، وقد أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أن حركة أي جسم مادي في الفضاء لا يمكن أن تكون في خطوط مستقيمة، بل لابد لها من التعرج والانحناء نظرا لانتشار المادة والطاقة في كل الكون، كما أن حركة الجسم مهما عظمت كتلته محكوم بكل من قوى الجذب والطرد المؤثرة فيه، وهذا ما يصفه القرآن الكريم بالعروج. وعندما تتكافأ هاتان القوتان المتعارضتان يبدأ الجسم في الدوران في مدار حول الأرض مدفوعا بسرعة أفقية تعرف باسم سرعة التحرك الزاوي أو سرعة العروج. إن هذا التوازن الدقيق الذي أوجده الخالق سبحانه وتعالى بين كل من قوى الجاذبية والقوى الدافعة الناتجة عن عملية الفتق هو الذي حدد المدارات التي تتحرك فيها كل أجرام السماوات وكذا السرعات التي تجري بها في تلك المدارات والتي يدور بها كل منها حول محوره. عروج الأجسام في السماء وصفها الله تعالى في أكثر من موضع في القرآن الكريم ليبين لنا مدى عظمة هذا الكون الفسيح. قال عز وجل يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. صدق الله العظيم. أليس في كل ما ذكر شهادة على صدق وإعجاز القرآن المنزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وتأكيد على أنه تنزيل من رب العالمين؟ بلى، إن كل ما في هذا الكون الفسيح إنما هو صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون.